بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا لسه في شابتر 2، وهنتنقل لجزء جديد في شابتر 2 بيتكلم على الميجر نمبرز اند سيجنيفيكانت فيجرز، الارقام يعني ايه المهمه. طيب تعالوا نشوف هنا اول حاجه عند الميجر نمبرز، بيقول لي تو ميجر كوانتيتي عشان نقيس كميه، سواء بقى الهايت طول ارتفاع الويت الوزن او التمبريتشر، محتاجين رقم نحدده. تعالوا نشوف الرسمة اللي قدامي دي، عبارة عن رولر كده مسطرة مدرجة 1 2 3 4 5، وعايز اقيس الحتة البنية اللي انتوا شايفينها ديت. القياس ده يقع ما بين 4 و 5، لكن انا مش عارف وقع فين. هنا بقى العملية تبقى ايه؟ تقديرية. هو بقى بالظبط يعني لو قدرتها كده وقف في النص تقريبا، يعني نقول ان هي ممكن تكون 4.4 4.5 4. يعني ممكن تبقى 4 أو 5، يبقى أقول تقديريا كده إن هي 4.5 سنتيمتر. يبقى هنا الديسيمال، هنا البوينت حاجة لها قيمة، يبقى لازم تكون مكتوبة. إنما في الشكل التاني ده هتلاقي عندنا مدرج، لكن مدرج أكثر تفصيلا، يعني في شرطها أقدر أشوف منها. فتلاقي المسطرة دي أو القياس اللي أنا بقيسه ده واقع ما بين 4 و 5 ومتحدد له أكتر، أدي الهاف أهو واقع بعد النص بشوية صغيرين، يعني ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 6، يعني ما بينهم كده. لو قلنا تقريبا كده يبقى ايه 55، يعني ده 5 و 5. يبقى اذا هنا الديسمال هنا مهمة، يبقى الرقم ده يعتبر مهم ان انا احطه، والخمسة ده الفايف الاخيرة دي كمان مهمة عشان تديني اكثر تفصيل، لكن مش دقيق بالظبط يعني. انما في التالت ده بقى لو بصينا هنا القياس مدرج 1 2 3، شايفين القياس فين؟ بالظبط عند نمبر 3، فده بالظبط اكزاك. فاذا في الحاله دي الزيرو هنا او الرقم اللي هو الديسيمال ده مش مهم عندي، مش لازم، اهم حاجه عندي دقيق. ده بالظبط بقول ايه، عندي 3 كراسي، ما اقدرش اقول 3 كراسي وربع او 3 كراسي وخمسة من عشرة، يبقى لازم شارب بالظبط. لو عندي مثلا رايح اشتري كيك، مش هروح اشتري اقول له 8 كيكس وكوارتر كيك او نص كيكه مثلا يعني، او سويتس ولا حاجه. لازم هنا الرقم الاولاني ده مهم، لكن الرقم الثاني ممكن لو شارب بالظبط ممكن ما يكونش مهم عندي.